قواعد مدرسية غريبة لن تصدق أنها موجودة بالفعل. سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب. تعتبر القواعد المدرسية في معظم الأحيان منطقية، حيث يكون هدفها الأول حماية الطلاب، ولكن هناك بعض القواعد الغريبة التي تعجب منها الطلاب وأولياء الأمور. فهيا نتعرف على بعض هذه القواعد. أولاً، حضرت مدرسة تناول وبيع المخبوزات داخلها في محاولة لمنع سمنة الأطفال، فقامت بتخصيص رقابة أسمتها شرطة الغداء. ثانياً، حضرت مدرسة التجمعات المكونة من 5 أفراد أو أكثر، وذلك بسبب إيمانها بأن جميع التصرفات السيئة تنتج من تلك التجمعات. ثالثاً، منعت مدرسة في سيدني طلابها من ممارسة تمارين تقوية العضلات دون إشراف مدرب تمارين رياضية متخصص. رابعاً، تسمح مدرسة في الصين لطلابها بأخذ قيلولة تستمر لمدة 30 دقيقة، حيث أظهرت الدراسات بأنها تساعد في تحسين ذاكرتهم وأدائهم المدرسي. خامساً، منعت مدرسة في نيوجيرسي طلابها من ركوب الدراجات على الرغم من فوائدها الصحية، ولكنها فعلت ذلك حرصاً على سلامتهم. سادساً، منعت المدارس الفرنسية طلابها من تناول الكيتشاب ووضعه على أي طعام عدا البطاطس المقلية، وذلك لحماية ثقافتهم من أن تصبح أمريكية. سابعاً، منع المدرسون في مدارس المملكة المتحدة من استخدام قلم الحبر الأحمر للتقييم وتصنيف الأوراق باعتباره لوناً سلبياً جداً، ويجب استخدام لوناً أكثر هدوءاً منه. ثامناً، منعت مدرسة تورونتو لاعب كرة القدم إثر تعرض أحد الطلاب لارتجاج في المخ بعد اصطدام الكرة برأسه. تاسعاً، ألزمت مدارس نيبراسكا المدرسين بمناداة الطلاب بالبطاريق الأرجوانية، وذلك لتطبيق المساواة بين الأولاد والفتيات. عاشراً، منعت مدارس المملكة المتحدة فكرة وجود أفضل صديق، وذلك حرصاً على عدم حدوث صدمة نفسية لأي منهما إذا افترقا عن بعضهما. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، وإلى نراكم في حلقة جديدة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.